السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نشرح عن الـ instruction set of 8051 microcontroller. instruction set حتكون مقسمة إلى 7 أقسام. القسم الأول هو data transfer instructions، القسم الثاني data exchange instructions، القسم الثالث الخاص بالعمليات الرياضية الـ arithmetic instructions، القسم الرابع logical instructions، القسم الخامس stack operations والخاص الخاص بالإعازات التي تتعامل مع الـ stack memory، القسم السادس الـ branch operations اللي هي الإعازات الجمب، القسم السابع الخاص بالcall and subroutine instructions. نبدأ بأول قسم اللي هو data transfer instructions. نأخذ أول إعاز move a r n. ال n قيمتها من الزيرو إلى السبعة. ال RN مثل ما شرحنا بال internal RAM عندنا 4 bunks بالميموري اللي هي مقسم تكون أرقامها 0 1 2 3 وكل واحد من هذين البنكا البنكس ب 4 بيس 8 registers اللي هن من R0 إلى R7 فهذا معناتها ال RN. هذا الإعاز راح ينقل لي قيمة الـ RN بالأكيوميليتر. نفرض طبعا نحدد البنك اللي ننقل من عند اللي ناخذ من عنده الرقم الريجستر. نفرض انه قيمة الـ R0 راح اختار الريجستر 0 قيمته 30 H. then move A R0 هنا أنا راح تكون راح ننقل قيمة الـ 30 اللي هي بالـ R0 إلى الـ A. إذن قيمة الـ A راح تكون عندي 30 H. هذا أول إعاز. الإعاز الثاني راح يكون move A far is the direct. الدايركت هنا أنا معناتها 8 bit internal RAM location. 8 bit internal RAM location يعني راح أنقل من الـ internal RAM وليس من الـ external RAM. الـ internal RAM عندي الـ locations مالتها من 00H إلى 7FH فأني أقدر أنقل من أي موقع من هذين المواقع إلى الـ accumulator. نأخذ مثال let it direct يعني عنوان الذاكرة اللي أريد أنقل من عنده 30H. قيمة عنوان الذاكرة 30 تساوي لي 60H يعني أنا أنقل القيمة اللي بداخل الموقع. ف move الـ A 30H راح يصير بالأكيوميليتر قيمة هذا الموقع واللي هي 60H. الآن نجي على الإعاز الثالث move direct إلى direct. أقدر أنقل من موقع ذاكرة إلى موقع ذاكرة آخر واثنيناتهن من الـ internal RAM. let direct 1 equal to 20H. طبعا هنا أنا مواقع الـ internal memory راح تكون 8 بت وليس 16 بت كما في الـ 8085 مايكرو بروسيسور. هنا أنا عندي هو رام حجمه صغير فلهذا حيكون عندي الادرس 8 بت وليس 16 بت. الدايركت 2 حيكون عندي 30. قيمة الدايركت 1 أو القيمة الموجودة بالدايركت 1 خلي تكون 35H و قيمة موقع 30 اللي هو Direct 2 خلي تكون قيمتها أو مو إلا نفرض قيمتها لأن إحنا أصلا حنحط قيمة بيها وإذا تريدون تفرضوها عادي نفرضها 00H لأن إحنا أصلا حننقل بيها قيمة من الموقع. فإيش حيكون الإعاز move احنا حننقل من الدايركت 1 ف دايركت 2
ودايركت 1، يعني معناتها حننقل من الدايركت 1 الى الدايركت 2 اللي هو قيمة 30. إذن قيمة 30 شو راح تصير بيها؟ راح تصير بيها القيمة اللي كانت مخزونة بالدايركت 1 اللي هي 20 اللي هي 35H. فالخمسة وثلاثين راح تكون مخزونة في موقعين اللي هو 20 الموقع الأصلي والموقع 30 اللي هي الموقع اللي هسه نقلنا إلها. الإعازة الرابع move dptr اللي هو الديتا بوينتر، وقيمة هذا الهاش داتا الديتا تكون 8 بت. من نحط قيم هذا الهاش معناتها القيمة اللي بعدها هي داتا وليست ادرس، معناتها راح ننقل قيمة 8 بت داتا، سوري هنا 16 بت، لأن الداتا بوينتر يأشر على موقع بالروم اللي هي الذاكرة اللي مخزونة بها البروغرام، فلازم تكون 16 بت، الأدرس مالتها 16، فحننقل data 16 بالdata pointer. let data 16 قيمة الداتا اللي أريد أنقلها مثلا 1234H، راح يكون الإعاز move data pointer فارزة هاش 1234H. إذن هسه قيمة الـ DBTR راح تكون قيمة 1234H، يعني DPH راح تكون 12H وDPL راح تكون 34H، هذا إذا مقسم على قسمين اللي هو نقدر نستخدمه على شكل جزئين، DP data pointer high و data pointer low. الإعادة الخامس move الـ A hash data، راح تكون الديتا اللي أنقلها بالأكيوميليتر 8، لأن هو يعني كل الريجسترات اللي بالAT51 هي 8 بت ما عدا الديتا بوينتر يتعامل ويا 16 بت. هنا أنا هسه عندي أنقل ديتا دايركتلي مباشرة بالأكيوميليتر. let data 8 طبعا تساوي لي FFH، يعني اقدر انقل ديتا اني ما طول هي 8 بت من 00 الى FF، فحنقل قيمة FF بالاكيوميليتر، اقول له move الA hash FFH، اذا قيمة الA راح تكون الان قيمتها FFH. الاعاز السادس move X الـ A at RI at RI والـ I من 0 إلى 7، هذني أيضا من الرجسترات. هنا أنا راح move the content of external RAM عندي X معناتها external RAM location specified by register، يعني أنقل قيمة موقع ذاكرة، موقع الذاكرة مخزون بريجستر، ريجستر I يعني من الـ R0 إلى الـ R7 بالبنك اللي أنا محددته أيضا إلى الـ accumulator. خلينا نأخذ مثال، نقول مثلا الـ R0، أختار الـ R0 قيمته 06H. هسا هذا موقع الذاكرة اللي راح أنقل من عنده القيمة المخزونة به من الـ external memory، لأن قلنا الـ external memory إلى الـ accumulator. فالموقع 06H
فلتكون قيمته 45 H. هاي قلنا external RAM. external RAM. فمن أقول move الإكس A at R0 هنا أنا راح تنقل لي القيمة 45 اللي هي مخزونة بال 06 اللي هي قيمة ال R0 إلى ال A. إذن ال A راح تكون قيمته 45 H. إعاز رقم 7 move C accumulator at ال A زائدا ال PC. هنا إيش راح أسوي بهذا الإعاز؟ راح أنقل بال accumulator. طبعا هنا عندي موقع ذاكرة لأن عندي at. ال at معناتها القيمة اللي بعدها أو الرجستر اللي بعده يأشر لي على موقع ذاكرة. والهاش قلنا لي تأشر لي على ديتا، وإذا ماكو معناتها أنقل من ريجستر. فعندي آت معناتها موقع ذاكرة، معناتها القيمة المخزونة بريجستر أي أجمعها ويا البروغرام كاونتر، راح تأشر لي على موقع ذاكرة. هذا موقع الذاكرة راح أخذ القيمة اللي بي وأنقلها بالأكيوميليتر. موف الكونتنت أوف إكسترنال روم. إكسترنال روم السي معناتها إكسترنال روم، والاكس معناتها external RAM. فال C external RAM location given by the sum the accumulator and the program counter into accumulator مثل ما شرحنا. ناخذ مثال let البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر ايضا مثل الداتا بوينتر هو 16 بت 1 2 3 4 H. قيمة البروجرام كاونتر، قيمة الاكيوميليتر خلينا نقول 0F. فأني هسه شلون راح أحدد موقع الذاكرة؟ راح أجمع بين أجمع البروغرام كاونتر وأجمعه ويا الأكيوميليتر، راح يحدد لي رقم. هذا الرقم يمثل موقع ذاكرة بالإكسترنال روم. أروح لهذا الموقع أخذ الديتا اللي بي اللي هي 8 بت أنقلها بالأكيوميليتر. فهسه من أقول أجمع بالبداية أجمع 1 2 3 4 زائد 0 F. الاف حيكون عندي ايش قد الرقم راح يكون؟ حيكون عندي 1 3. يعني 3 وهنا 1، هذا راح يصير 4 وهذني ينزلن. فهذا عنوان الذاكرة. لنفرض أنه عنوان الذاكرة هذا 1 2 4 3 اللي طلع لي من ناتج جمع الـ A بـ الـ PC يساوي لي 98 H. فمن راح أقول move C الـ A at الـ A plus الـ program counter راح تجيني قيمة الـ 98 هاي بالـ accumulator. إلى هنا تكمل عندي إعازات الـ data transfer instructions. بالفيديو الجاي راح نشرح عن الـ data exchange instructions.